بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بآخر موضوع داخل معانا في الكويز وهو الدي ان ايه ريبير. بعد ما خلاص عملنا الدي ان ايه في الدي ان ايه ريبليكيشن، خلاص بقى هنشوف بقى في اخطاء ولا ما فيش عشان نصلحها. يبقى انت دلوقتي العملية دي بنعمل فيها ايه؟ بنصلح فيها الحتت اللي بايظة في الدي ان ايه. طب ايه اللي خلى اصلا الدي ان ايه يبوظ؟ قال لك في عملية اسمها البروف ريدنج اللي احنا خدناها، اللي هو كان بيجي يروح يعمل سكان كده على الدي ان ايه، يبدأ يبص يلاقي في حتة بايظة يصلح، يلاقي في حتة مثلا مش سليمة يروح جاي مصلح. طب ما هو ممكن يعدي عليه مثلا حتة كده ما معرفش يصلحها، أو حتة مثلا ما شافهاش فمصلحهاش، ماشي. ودي أخطاء بتحصل أثناء الريبليكيشن زي إيه؟ زي ما خدنا عملية البروف ريدنج دي. الإنفايرومنتال بسبب أيونايزنج راديشن، فيزيكال بسبب الإيه أشعة الإكس راي والألترا فايلوت، الكيميكال بسبب الكلايتنج إيه إيجنت، ماشي. قال لك الدي إن إيه ليه أنواع لما بيجي يبوظ. اول حاجه سنجل بيز بس هي اللي تبوظ، يعني قاعده واحده هي اللي تبوظ. طب قاعده واحده تبوظ امتى؟ تبوظ لما انت تيجي تعمل عمليه الديب يورينيشن. عارف يعني ايه ديب يورينيشن؟ ان انت تفصل البيز من النيوكليزيدا كلها. يبقى دي النيوكليزيدا كلها اللي انت عارف انها بتتكون من ايه، من شوجر وبيز وفوسفات، هتفصل منهم قاعده البيز، يبقى دي حاجه اسمها ديب يورينيشن. ودي كده يبقى انت عندك سنجل بيز بس اللي بارز. لو انت عندك اتنين سنجل بيز، اتنين بيز بازون، لو اتنين بيز بازون دي بسبب الالترا فايلوت، بتعمل لك حاجه اسمها سايمين دايمر، مهمه جدا جدا جدا. والدكتور قال ايه هجيبها، سايمين دايمر دي هنشرحها كمان شويه. اللي تشين بريك دي ان انت تمسك الدي ان ايه كده تروح جاي كسره من النص عن طريق الرابطه اللي هي كان اسمها ايه، الفوسفو داي استريس. كروس لينكج بقى ما بين مين؟ ما بين الصف الثاني او نفس الصف. ازاي؟ انت عارف ان الدي ان ايه بيبقى هيليكس كده، اتنين لافين حوالين بعض كده. قال لك بقى ان ممكن واحد من هنا تروح جاي عامله كروس لينكج كده، تمسك بربطه من هنا، نيوكليتيدا من هنا تمسك بنيوكليتيدا من هنا، او نيوكليتيدا تمسك من هنا على نفس الشريط بتاعها تمسك نيوكليتيدا ثانيه على نفس الشريط ايه بتاعها. طب تعالى اما نصلح، هنصلح بكام ميكانيزم؟ قال لك اربع ميكانيزمات، الميس ماتشنج ريبير والنيوكليوتايد اكسيشن ريبير والبيز اكسيشن ريبير والدبل ستراند ايه بريك ريبير. اول واحده الميس ماتش ريبير. ايه الميس ماتش ريبير دي؟ الميس ماتش ريبير دي والله قال لك ان انت ما طبقتش قانون الازدواج اللي احنا قلنا عليه، ان هو الاي مع التي وان السي مع جي، ماشي. جيت انت بقى وانت جاي بتعمل لي بالدي ان ايه بولوميريزم بقى وبتكون لي شريط الدي ان ايه، بوظت الدنيا، عكيت الدنيا، حطيت مثلا ان الاي مع الجي والتي مع السي، فانت كده بوظت لي قواعد. حلو، او جيت اصلا الدي ان ايه بولوميريزم غلط وما عملش قواعد مزدوجه، حط قواعد مفرده من 2 ل 5 قواعد مفرده. حلو بقى، انت كده ما تطبقتش قانون الازدواج، يبقى احنا بقى عايزين نظبط الدنيا دي. هنيجي يعني احنا بقى بالميس ماتش ريبردي ونروح جايين معدلين، ماشي. في بقى مرض لو الراجل عنده الحركة اللي هي ميس ماتش ريبير ديت موجودة، فبنيجي نروح جايين مظبطينها بالايه، بالميس ماتش ريبير. في بقى ناس عندهم مرض، ايه المرض؟ اللي هو اسمه هيريديتري نامبلوبوزس كولوريكتال كانسر، بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان انت والله عندك الميس ماتش ريبير دي بايظة مش موجودة. حلو قوي، اللي بيحصل لهم بيطلع لهم شويه كانسرز في الكولون، بس بتبقى نامبلوبوز، البوليب بيبقى شكله عامل كده. النامبلوبوز دي اللي هي بتبقى انفيزيف كده، بتبقى داخله لجوه، بتبقى انفلتريت، السرطان بيبقى ايه، بيبقى طالع جوه مش طالع كوقيع كده لبره، ماشي. بنسميه الاسم الثاني الاتش ان بي سي سي او اللينش ايه سيندروم، بس يا معلم ده طبعا بسبب ايه، التغيرات والميوتيشن اللي احنا ما احناش قادرين نصلحها بالميس ماتش ريبير عشان هي مش موجوده. الحاجه اللي بعد كده بيز ايه، اكسيشن ريبير. البيز اكسيشن ريبير من اسمها بيز اكسيشن ريبير، يبقى انت هتعالج البيز، هتعالج بيز. اول حاجه البيز اللي كانت بايظه بسبب الديب يورينيشن، تقدر تعالجها. الحاجه الثانيه ان انت وانت جاي تعمل بالدي ان ايه بولوميريز تعمل الدي ان ايه، ايه اللي باظ؟ الغبي بدل ما يحط مثلا الاي مع التي راح جاي جايب للاي مثلا قاعده يوراسيل. طب اليوراسيل ده بتاع الار ان انا مالي، جاب لها مثلا قاعده هايبوزانسين، جاب لها حاجه غريبه كده وراح جاي حاططها لها ملزقها لها وخلاص. فده بيصلح ايه، الطريقه دي بتصلح القواعد اللي بايظاها. طب الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده اسمها نيوكليوتايد اكسيشن ريبير. نيوكليوتايد اكسيشن ريبير ديت ان انت والله بالعقل كده، قال لك ايه اللي بيحصل، بيكون عندنا حته كبيره بايظه، حته بتاع 30 بيس كده بايظين، يعني مش نيوكليوتيدا ولا اتنين، لا ده 30 نيوكليوتيدا ايه بايظين، واحنا نروح جايين مصلحين. طب ايه اللي خلاهم يبوظوا او باظوا بسبب ايه؟ قال لك يا عم بص، اول حاجه ان انت والله بيجي اول ما بتتعرض للالترا فايلوت ريز بتيجي تروح جاي عامل رابطه كوفيلنت، رابطه تساهميه قويه جدا ما بين اتنين بيرميدينين جنب بعض، بيرميدينين جنب بعض اللي هو زي مين، زي مين، زي الصايمين والصايمين، هي دي بقى اللي انا كنت لسه بقول لك عليها. حصل صايمين صايمين دايمر، صايمين صايمين دايمر دي بتبقى رابطه قويه جدا
بحيث ان انت دي النيب بتاعنا اهو، ادي فتحنا فيه اللي هي الفورك اللي احنا كنا قايلين عليها اهو، ماشي. بيخش منها طبعا الهيليكيز، يبدا يقطع. الهيليكيز بيقطع ايه؟ بيقطع روابط هيدروجينيه، اللي هي هيدروجينيه ايوه، اللي هي بالاتشات اللي هي ماسكه بين البيز وبعضه، حلو، عشان دي روابط ضعيفه. انما دلوقتي لما هيجي هنا هيلاقي مين سده قدامه هنا، ايه السده دي؟ اسمها الرابطه اللي ما بين الايه، الصايمين، صايمين دايمر. فطبعا ايه اللي هيحصل؟ هيتوقف عند ايه، عند الرابطه ديت الايه، الانقسام والتضاعف اللي انت عمال تعمله ده، عمليه الريبليكيشن هتقف. ليه؟ بسبب ان في رابطه قويه هنا انت مش عارف تتكسرها وتعديها. قال لك في البكتيريا لقينا ان في انزيم حلو بيجي يروح جاي قاطع الرابطه دي، اسمه اليو في سبيسيفيك اند نوكليس، وبيجي يروح جاي قاطعها. والحركه ديت العمليه اللي هو يجي الانزيم ده ويروح جاي قاطع الرابطه دي اسمها نيوكليوتايد اكسيجن ريبير. بص من اسمها برضو دي نيوكليوتايد، يبقى بيفصل اتنين نيوكليوتيد عن بعضهم، انما دي بيز، كان في بيز بس اللي بايظ، يبقى كده من اسمها ابدا ايه، اعرف هي بتعمل ايه. قال لك طب دلوقتي لما الدايمر دي مثلا تبقى موجوده، اللي هي صايمين صايمين دايمر، بس مثلا احنا ما عندناش العمليه اللي هي اسمها ايه، العمليه اللي هي اسمها نيوكليوتايد ريبير دي، هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لك الراجل ده للاسف هيبدا يجي له سرطانات على الجلد اللي اسمها بيزل سيل كارسينوما، ماشي، او اللي هيخش بقى في مجموعة ديسيز هنسميهم زيرو ديرما بيجمنتوزم. بيحصل ايه؟ بيحصل ان في عنده كلكعة بتطلع على الجلد كده، بيبقى تبقى واخدة ايه، الوان غريبة كده، لونها مثلا بيبقى بني والكلام ده، ودي طبعا بتبقى سرطانات على الجلد. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت الراجل ده بيتعرض للالترا فايلوت. المفروض الالترا فايلوت بيبوظ عندنا كلنا الدي ان ايه بتاعنا، بس ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندنا احنا عملية الريبير، الريبير بيجي يروح جاي مظبط. انما طريقه الريبير عند الراجل ده اللي هي بتاع النيوكليوتيد اكسيجن ريبير مش موجوده، الانزيم اللي هو اليو في سبيسيفيك اندونوكليز ده مش موجود، غايب اهو، مش موجود عنده. فايه اللي يحصل؟ بالتالي الراجل ده يبدا يخش في سرطانات على الجلد. الحاجه الاخيره بقى معانا الدبل ستراند بريك ريبير. ايه الدبل ستراند بريك ريبير؟ ان انت يبقى عندك اثنين دبل ستراند ايه، اللي هو الدي ان ايه كده، وتلاقيهم اتكسر. فالعمليه ديت قال لك الميكانيزم بتاعها ان هي بتصلح وخلاص وخلصنا. والدكتور قال لك مش عليك تفاصيل، انا ممكن اديك نبذه صغيره كده عنها، تعالى كده. فهي يا معلم ادي الطريقه اللي احنا هنقول عليها. بص هنا هنعمل ايه؟ قال لك اهو ادي الدي ان ايه بتاعنا الدبل ستراند ده، بيبقى اتكسر كده من هنا، ماشي يا عم اتكسر. فانت بتروح جاي جايب دي ان ايه تاني، الازرق ده دي ان ايه تاني غير الدي ان ايه الاولاني، بتروح جاي جايبه كده فكه اهو، بتروح جاي فكه، فاتح حته كده فيه زي ما بنعمل، بتفتح فورك كده فيه، تروح جاي مزودها على فوق كده، وتخليها هي اللي تخش تعمل ايه، تزود حته هنا للي اتكسرت وحته هنا للي اتكسرت، وبعدين تروح جاي لحم تاني الدي ان ايه دولت مع بعضهم يا معلم، وتعمل لهم عمليه اللايجيشن بقى، تلزق الاتنين في بعض وخلاص كده ايه، واخلص بس كده. وهي اصلا تفاصيلها مش عليك يعني، دي بس للتوضيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.